ما الحكم في من يقول إن الربا يجلب مصالح للناس والناس يستفيدون من الربا وفيه فوائد ومصالح؟ هل هذا من الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، اللي يقول إن الربا حلال لأن فيه مصالح هذا يرتد، لأنه مكذب لله عز وجل. الله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكون الشيء فيه مصالح ما يكفي إنه حلال، حتى ينظر إلى المضار، حتى ينظر إلى المضار، فمضاره أكثر من المصلحة المزعومة فيه إن ثبتت. المضار اللي فيه أكثر من المصالح، والشيء إذا غلبت مضرته على منفعته أو تساوت فهو حرام. أما العكس وهو أن تكون المصالح أكثر من المضار فهذا مباح. إذا كانت المصالح أكثر من المضار فهذا يباح، أما ما كان أكثر مضار فهذا حرام أو متساويا هذا حرام عند أهل العلم. والربا مضاره أكثر من منافعه. يمكن يقول الزنا فيه مصالح أيضا، لأن الإنسان يقضي شهوته ويستريح، يقول لكن مضاره أشد، واختلاط الأنساب وفساد الأعراض وجلب الأمراض للمجتمع وغير ذلك المضار اللي فيها. ولهذا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيلا، فالمضار إذا كانت أكثر أو مساوية فإن الشيء حرام.